تنفيذاً لتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بالمبادرة في إطلاق مشروع شلالات حتى المستدامة كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، ليكون هذا المشروع واجهة سياحية رائعة. يهدف مشروع شلالات حتى إلى خلق بيئة طبيعية مستدامة، بالإضافة لتطوير المنطقة وتحويلها إلى مساحات ترفيهية ومناطق جذب رائعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت الفكرة بخلق قناة مائية طبيعية من الشلال تتماشى مع طبيعة المنطقة في حتى، لتشكل حولها مساحات خضراء. تقسم المشروع إلى 4 واحات رئيسية، تمثل هذه الواحات فرصاً استثمارية للمقاهي والمطاعم وملاعب للأطفال، بالإضافة لمتاجر بيع العسل والمنتجات المحلية والهدايا التذكارية. والشيء الذي يتفرد به هذا المشروع هو فكرته المعمارية المستوحاة من تصميم خلية النحل السداسية، حيث أن حتى تشتهر بكونها مركز عالمي لإنتاج العسل الطبيعي ذي الجودة العالية. تم ربط واحات المشروع بجسور عابرة للقناة المائية لتشكل موقعاً حيوياً وخلاباً لقضاء الوقت الممتع والتقاط أجمل الصور التذكارية. وبكل خطوة من المشروع حرصنا على استخدام مواد مستدامة تندمج مع الطبيعة المحيطة وتضفي جمالاً خاصاً على كل تفصيل فيه. تنتهي القناة المائية عند بحيرة تشكل نظام بيئي وبيولوجي متنوع وتخلق حياة مائية طبيعية متوازنة، كما تم اختيار موقع المنطقة المخصصة للعب الأطفال بعناية، حيث أنه يتقاطع مع مراكز الواحات الثلاث المخصصة للمقاهي والمطاعم، مما يسمح لأهالي الأطفال بمراقبتهم. يسر هيئة كهرباء ومياه دبي العمل على تنفيذ هذا المشروع المتميز والفريد من نوعه.